مهرجان آت احتفالاً بيوم المرأة العالمي بدأ قبل 3 سنين، وهاي السنة كبر وتوسع فصار يتضمن مشاركة عالمية عربية ومحلية طبعاً. فعندنا مجموعات بهذا المهرجان من بريطانيا، من مصر، من لبنان، من فلسطين ومن الأردن طبعاً. المهرجان بدأ ب 6/3 ورح يستمر ل 13/3. العروض اليوم رح تكون عروض قيد الإنشاء، وهي عروض تطورت خلال فترة المهرجان، وباقي برضو عرض واحد هو حقيبة حمراء في غرفة المفقودات اللي هي مونودراما راقصة بيوم 13 الشهر. شبكة آت تأسست لتشجيع التعبير الإبداعي عن النفس وحرية التعبير للأنثى وللذكر، ومنستعمل منصة المسرح إن كان مسرح أو رقص أو الفنون التركيبية. هاي 3 سنة بتمر علينا، وإن شاء الله نستمر، وإن شاء الله بتشوفونا السنة الجاي كمان.